امير عبد الحميد، منورني حبيبي على ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ وحشني والله، ومبروك على البرنامج الجامد ربنا ده، يخليك. ودايما متالق وشرف لي ان انا اكون معاك. لا بالعكس، انا المتشرف. امير، ايه رايك في ماتش بكره؟ خلينا نخش في السخنه على طول. ماتش طبعا انا شايف الماتش للتاريخ وماتش للمتعه، ولان كل الناس عارفه ومتوقعه والطبيعي ان نادي بايرن ميونخ طبيعي انه جاي بيلعب اسم كبير في اوروبا، بطل اوروبا، عايز ياخد كاس عالم انديه تضاف للسي في والسداسيه اللي هم واخدينها. لكن انا عايز اقول للعيبه لازم تتشال ضغوطات من عليهم، يلعبوا للمتعه. احنا لعبنا النادي الاهلي اسم كبير برضو، بطل افريقيا، لعبنا قبل كده مع فرق عالميه وكسبنا، كسبنا ريال مدريد قبل كده، كسبنا روما وكسبنا بنفيكا ولعبنا برشلونه ولعبنا اتلتيكو مدريد، يعني لعبنا عندنا خبرات كبيره جدا. فانا شايف ان اللعيبه ان شاء الله باذن الله ما يبقاش عليهم ضغوطات، يلعبوا للمتعه والتاريخ، وليه لا، انت ممكن تعمل حاجه يعني ان شاء الله. ولكن ماتش صعب ولازم يبقى فيه تركيز من اول ثانيه، لازم يبقى فيه تنظيم، لازم يبقى فيه روح كبيره جدا وثقه، ويلعبوا للمتعه، عشان انت عارف فاميدو لو هم لعبوا بثقه ولعبوا للمتعه وفي نفس الوقت بيدافعوا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي برضه بيلعب على التتويج، بيلعب على البطولات، فلازم برضه يبقى عندهم حته ان انا اكسب، وان انا ليه ما اروحش في حته كويسه والعب فاينل واخد بطوله العالم. ولكن انا شايف الماتش هيبقى صعب، بس انا بقول اللعيبه يتشال عليهم الضغوطات، وده دور موسيماني والجهاز الفني والكابتن الخطيب طبعا مجلس اداره ان هم يشيلوا الضغوطات على اللعيبه. وانا نفسي كنت اتمنى العب في ماتش زي ده، لان طبعا الماتشات دي بتبقى للتاريخ وبيبقى ليها متعه خاصه، وانت عارف طبعا انت لعبت قبل كده ولعبت في دوريات عالميه وكنت بتتمتع باللقاءات دي طبعا. فاتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى مركزه ويلعبوا للمتعه، وبغض النظر عن النتيجه فاحنا شرف لينا اصلا ان احنا وصلنا كاس عالم الانديه ولعبنا ورجعنا تاني نلعب كاس عالم الانديه، كنا غايبين بقالنا فتره. ولكن الماتش صعب، اعتقد انه هيبقى صعب، واللعيبه تتمتع والنتيجه دي بتاعت ربنا يعني. طب لو انت النهارده حصل تليفون بينك وبين الشناوي مثلا، وفي نصيحه بتقولها له، انت راجل عندك خبرات وهنتكلم في الحاجات دي بعد كده، في النقط دي بعد كده، ان انت شاركت في كاس العالم للانديه قبل كده في 2006 وفي 2008 ولعبت ماتشات كبيره في كاس العالم للانديه، لو في نصيحه هتقولها للشناوي بكره؟ طبعا الشناوي حارس كبير وراجل حارس رقم واحد في مصر دلوقتي ما شاء الله عليه، يعني ايه اللي هتنصحه؟ النصيحه اللي هتنصحها للشناوي ايه؟ هقول له اول حاجه، هو طبعا الهدوء مهم جدا والتركيز، يعني انا شايف ان الشناوي بصراحه بحييه على هو هادي بصراحه، بحييه طبعا على الهدوء اللي فيه وعلى التركيز، بقى له فتره كبيره جدا بيشارك بتركيز كبير بثقه كبيره جدا بهدوء، ويمكن دي شخصيه الشناوي بتفرق جدا. انت عارف ميدو اللي بيلعب في اهلي وزمالك والانديه الكبيره لازم يبقى عنده شخصيه طبعا. هو النهارده كابتن النادي الاهلي، هو النهارده قائد النادي الاهلي وقائد الفريق في الملعب، بيلعب بثقه كبيره جدا، مدي ثقه كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي. وكمان في ميزه ان هو لو اخطا في اي ماتش بيلم نفسه بسرعه، ما بيهموش اي نقطه، ودي ميزه مهمه. ودي ميزه، انت لو خدت بالك يا ميدو الماتش اللي فات في كوره ما حدش اتكلم عليها، اللي هي الكوره اللي هي فاتت اللي هي مسكها بالظبط، لكن هو عنده رصيد مع الجمهور وعنده رصيد مع اللعيبه من الثقه اللي هو مديها لهم، ما حدش اتكلم عليها، لكن هو لم نفسه تاني ولعب ماتش كويس ولعب. لا ما حدش اتكلم عليها عشان ما دخلتش جون والاهلي كسب. بالظبط. لا وحتى بص، خلي بالك يا ميدو، الواحد لما يكون عنده رصيد بيدي ثقه للناس، وعارفين ان الكوره فيها متغيرات ومش مش مش عامه متغيرات في الجيم نفسه، انت ممكن النهارده تضيع كوره وبعد كده تجيب جولين، ممكن تبقى نجم اللقاء ويدخل فيه جول، او ممكن ما يجيلكش حاجه وتصد كوره يبقى انت نجم العالم. فهي القصه كلها ان الشناوي عنده رصيد كويس، مدي ثقه للجهاز والجمهور والاداره ولينا احنا كلنا، ومدي لمصر عامه. انت بتتكلم في واحد بقاله 3 سنين، راجل جات له فرصه لعب كاس العالم وادى بشكل كويس جدا، راجل لعب افريقيا وكان ليه دور كبير جدا ان احنا نصعد لكاس العالم للانديه، مستوى ثابت الحمد لله، لعب بطوله افريقيا هنا. فانا شايف ان هو يعني بحييه على الهدوء، بحييه على التركيز، واتمنى ان شاء الله يكون موفق بكره ويكون مركز، لان هو يبقى له دور مهم جدا، عليه ضغط كبير جدا ان هو يدي ثقه لكل الناس اللي قدامه. بالظبط. خلي بالك برضو الشناوي، وده انا بتكلم معاك يا ميدو فيه، ان اللاعب يبقى عنده شخصيه. من حوالي 2 3 سنين كان الاعتماد كله على شريف اكرامي في النادي الاهلي، والناس كلها كانت قلقانه ان مفيش حارس بديل كويس، مع ان محمد شنو كان موجود. الشناوي كان في بطوله عربيه في مصر هنا ما كانش موفق فيها، وكان الناس كلها بتتكلم ان الشناوي صفقه يعني مش قويه للنادي الاهلي والى اخره، لكن هو عاجبني فيه ان هو بيتحمل الانتقادات وبيشوف الحاجات اللي تديله دفعه ان هو يبقى كويس وتركيز.
النهارده خد فرصه لعب ماتش، اعتقد كان شريف مصاب ماتش اسماعيلي، بعد كده دخل على ماتش نادي الزمالك وصد بنالتي، خد الثقه لعب خلاص بقى هو محمد الشناوي، ولعب مع المنتخب وادى ثقه. خلي بالك وانت برضو كنت معانا يا ميدو، الحضري ما كان موجود في مصر عامه كانت الامور صعبه جدا، وكان كل الناس تقول لك الحضري لو غاب كارثه كبيره جدا. لانه كان ماشي كويس جدا وكان مدي ثقه كبيره جدا. بعديها قلقنا شويه ان على مصر ان فيش حراس مرمى ظهر شريف اكرامي. طب هو القلق ده مين؟ معلش انا اسف، القلق اللي خلقه الحضري ده راجع للمستوى الفني المميز جدا لعصام الحضري بس، ولا ان الحضري كان ذكي جدا في ان هو كان بيبعد اي حد نمره اتنين عنه؟ يعني انا دربت عصام ولعبت مع عصام طبعا سنين طويله، راجل ليجند اسطوره طبعا. هل انت شايف ان هو حته المستوى الفني المميز بس؟ انت مش عايزني اسالك سؤال عمال اضحك انا وانت سالي، ولا ان هو ذكي جدا ان هو نفسيا بيبعد اي نمره اتنين عنه، بيخلي دايما في جاب ما بينهم وبين بعض؟ انا هوفر عليك الكلام انت بتضحك على الفني على طول. انا هتكلم في حته، هو ملوش سلطه اي لاعب في العالم، وانت عارف كويس جدا انت كنت لاعب كبير ومدرب كبير، عارف كويس قوي ان مفيش لاعب عنده سلطه ان هو يبعد حد عن حد الا بالمستوى بتاعه. انا شايف ان الحضري يعني كان بيأدي بشكل كويس، كان مركز في التدريبات، كان في الماتشات، عشان كده هو اسطوره. في حاجات عوامل تانية دخلت فيها اللي هو اصابات بعض اللعيبه، في زي ايه يعني؟ زي يعني مثلا في لعيب ممكن يتعور يقعد فتره كبيره جدا، في لعيب في حارس ما يتعور يقعد فتره بسيطه. الاصابات بتاعه الحضري اللي كانت موجوده كانت اصابات بسيطه، يعني ما ي... ما ي... ما يقعدش فيها وقت كبير. هو كان بصراحه محافظ على نفسه، حتى هو محافظ على نفسه يعني. محافظ على نفسه، بيتمرن كويس جدا. احنا كنا بنتعلم منه، انا نفسي كنت بتعلم منه. قعد فتره كبيره جدا، هو عنده، هو لي اسم واسطوره، فهو عايز يحافظ على ده. فبالتالي هو اكيد بيقلق شويه لو حد لعب وخد ثقه وهو الاخر، ان هو عايز اسمه وعايز تاريخه وعايز، وده حقه وده حقي وده حقك وحق اي حد، ان هو عايز يلعب بشكل اساسي. فهو كان بيركز وكان مستواه كويس، لكن هو يقدر يبعد حد عن حد؟ ما اعتقدش ده، لان في الاول وفي الاخر المدير الفني مدير فني واللاعب لعيب. يمكن انا فاكر ان هو مش قصدي ان هو بعيد عن التشكيل، لا يعني كان مستوى يعني انا قصدي ان في بص في تعامل نفسي معين بشكل معين يقدر ان هو يخلي دايما في جاب بينه وما بين نمره اتنين. طيب. وانا على فكره شفتها بره، مش الحضري بس اللي كان بيعملها، شفتها في اماكن تانية، مش يعني مش عايز اذكر اسماء، لكن في اجوان كده عندهم حته يعني، مثلا بارتيز كان كده. اسف، انا لعبت مع بارتيز في مارسيليا، كان عنده حته وكان في جون نمره اتنين، جون جامد جدا، ما اعرفش تفكره ولا لا، كان اسمه فيدران رونيه، كان جون منتخب كرواتيا. اوكي. كان جون جامد، جون جامد جدا يعني. وبارتيز اول ما جه مارسيليا، بارتيز طبعا يعني كان بطل كاس عالم وبطل كاس قارات، وكسب الشامبيونز ليج مع مارسيليا على فكره وهو صغير في اول التسعينات، واسم كبير جدا. فابتدى ان هو يستغل، هو بس هو ما كانش قادر يعني، فاهم؟ كان فعمل كان اخر نفسي. الكارير بتاعه ما كانش قادر خلاص، كان تقريبا اخر سنه قبل ما اعتزل، بعد مانشستر في الاخر خالص قبل ما اعتزل. فابتدى ان هو يستغل العامل النفسي، ان هو ايه، لا انا في حته وانتوا في حته انا، وابتدى ان هو يخش اوضه اللبس بشكل معين حتى في التدريبات وبتاع، ودخلوا في بعض المشاكل. ففي بالعكس في بعض الحراس بتقدر تستغل خبراتها وقله خبره الحراس اللي حواليها، ان هي تفضل مخليه حته الجاب دي، حته الناحيه النفسيه دي، ان انا نمره واحد. فاهمني قصدي ايه؟ دي بتبقى تفاصيل معينه كده الواحد دي حقيقه. بس خلي بالك دي سكيلز يعني، دي انا في رايي جزء من المهاره طبعا. ان انت، وعلى فكره مش الحراس بس، في لعيبه في الملعب بتعمل كده، اللي طبعًا. هي انت بعيد عني، انت صغير، انت لو ما كانش اللعيبه امير الصغير عنده الشخصيه ان هو انا عارف ان مركز حارس المرمى اصعب. ده انا هقول لك موقف كمان يا ميدو. قول لي يعني اي حاجه. هقول لك هو هي القصه كلها يعني، مثلا انا لما كنت موجود كنت انا والحضري ومعانا شريف. شريف سافر هولندا، وبعد كده جالنا احمد عادل عبد المنعم لسه صاعد، كان معانا الشناوي وهو صغير، بس طبعا راح ما كانش فيه نصيب ليه، ما كانش فيه فرصه ليه، راح بتروجيت والحرس والجيش وكده. عايز اقول لك ان يعني انا كنت عامل ايه النهارده، انا بنافس الحضري يعني نجم كبير واسطوره، فجه النادي الاهلي اتعاقد مع الكابتن نادر السيد، فانا كنت عامل ايه؟ انا كنت بقى لو ما عنديش ثقه في نفسي، ما عنديش شخصيه اللاعب في النادي الاهلي والكلام ده كله، كنت زماني بقى بطلت كوره. لكن انا لما جه كابتن نادر مع المنافسه مع الحضري، يمكن انا كنت معاك في منتخب اميدو في فرنسا، وراجع انا وكابتن نادر السيد موجودين، كنا في منتخب والحضري ما كانش موجود.
كان جينا بقى في تنافس قوي جدا. ليه حضرتك كان وقتها موجود؟ كان في تقريبا ما لعبش هو اخر كام ماتش، وبعدين كان موجود كابتن نادر، وانا كنت في راجع من الاصابه، كنت راجع انا من الاصابه، وبعدين لعبت كذا كام ماتش. كابتن حسن شحاته اختار المنتخب، حتى انا فاكر كنت انا في الدنمارك كان عندنا معسكر مع النادي الاهلي، وكان معايا ابو مسلم. طلعنا من المعسكر ده لو تفتكر منه في كاليه فرنسا، رحنا كاليه قبل كوت ديفوار. قبل كوت ديفوار، بعد كده ايه جينا لكم على هناك، كان حضرتك كان بعيد شويه عن المشاركه فما كانش موجود. الماتش ده لعبه كابتن نادر بتاعك. كابتن نادر لعب، خسرنا 2-0. 2-0 دروجبا الاثنين تقريبا. فالتنافس هنا لازم يبقى عندك شخصيه وعندك العامل النفسي انك انت تستغل النهارده اثنين حراس مرمى، احسن حراس مرمى في افريقيا معاك وينافسوك، فلازم يبقى عندك شخصيه ولازم تبقى عندك دوافع جامده وتتمرن. والحمد لله انا في الاخر انا لعبت كاس العالم للانديه ولعبت وخدت بطولات مع النادي الحمد لله طبعا. فهي بتيجي ترجع للاعب. لكن اللي انا عايز اقوله الحضري، بالعكس الحضري ما كانش بيفرق معاه حارس كبير او حارس صغير، حضري بيخاف على مكانه سواء من الحارس الصغير او من الحارس الكبير، هو عايز يلعب، هو ملوش دعوه، هو مش شايف غير نفسه ان هو انا عايز العب، وده حقه، وده اللي خلاه يكمل، وده اللي خلاه يبقى هو رقم واحد في افريقيا وفي مصر. فبالتالي يعني حته العامل النفسي، هو ممكن كان في بعض الاوقات بيبقى متضايق لو انا مش فاهمه كويس، او انا مثلا بعيد عنه هقول مثلا بلغه الكوره انت عارف ده بينافسن عليا مش عايز نلعب، لكن هو لا بالعكس كان بيحتضن وكان بيتكلم معايا وكان يقول لي مالكش دعوه باي حاجه، انا طبيعي اتضايق، لكن انت مالكش دعوه، انت زميل ليا وفي الاخر انا هقف جنبك واشتغل. يمكن الماتش اللي انا فاكره كويس قوي ماتش اسماعيلي في اسماعيليه، كان الحضري المفروض ان هو هيلعب بقى، وماتش اسماعيلي في اسماعيليه ده جوزيه ماتش 6-0 لبركات جاب فيه 3 اجوان. عرفت بس في المحاضره ان انا هلعب، فطبيعي ان الحضري هيلعب، في زعل طبعا، لكن هو فصل ده وقال لي امير مالكش دعوه ركز، وانت مالكش دعوه بالقصه دي كلها، وانا ممكن لو في كلام اتكلم مع مثلا هو الجزئي والكابتن ناجي لوحدينا يعني. فهو بصراحه يعني كان ليه يعني كنت انت بتتمرن قبليها كويس والراجل خد قرار ان انت تلعب؟ كنت مرن كويس جدا، وبعدين لعبت ماتشات كنت كويس، وراجع من الاصابه كنت كويس قوي، وبعدين احنا كنا خدنا الدوري بفتره كبيره جدا، فكان فكان في فرصه ليا او كابتن نادر موجودين، فقال لي انت هتلعب الماتشات دي كلها، ولعبت الحمد لله. كان اول ماتش ليا حرس صدود بينالتي من كابتن عبد الحميد بسيوني، بعد كده لعبت اسماعيلي في اسماعيليه، وبعد كده لعبت بقى محله، ولعبت كام ماتش. عشان كده الفتره دي الحضري ما راحش المنتخب، لكن هو بصراحه كل ما حد يبعد عنه ويلعب ويبقى كده بيرجع تاني بيتمرن جامد، بيتمرن جامد وبيدوس. ودي حاجات اتعلمت منها من حضري؟ طبعا انا اتعلمت منها، وبعدين علمت اللي بعديه واللي بعديه هيعلم بعدين، ان هو خلي بالك هو رمز لينا وقدوه لينا، ان انت حد يلعب لسن كبير وبالحماس ده وبالتدريب. ويمكن انت كمان دربت الحضري في دجله طبعاً، واعتقد في الاسماعيلي باين، ولا في الاسماعيلي لا الحضري اسطوره يعني. اسطوره في كل أسطورة حاجه طبعا يعني. طبعا هل في وقت من الاوقات الكابتن احمد ناجي ظلمك؟ ظلمني يعني ممكن تكون ظروف غصب عنه،